شفتي بأهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة بوغاز مدينة طنجة. كما قلت في العنوان الحريق يأتي على مكتبة وعمارة ورجال الوقاية المدنية يسارعون من أجل إخماد الحريق في هذه الأثناء من أجل التغلب عليه. طبعا استنفار أمني كبير في هذه الأثناء في محيط الحريق، سواء من رجال الإسعاف، سواء رجال الوقاية المدنية، سواء القوات المساعدة، كلهم هنا من أجل تأمين حياة سكان العمارة. طبعا والحريق رجع على مكتبة، ولكن على ما يبدو أن الخارج ديال العمارة كامل تضرر بالدخان كما كنشوفوا. شنو هي الاضرار اللي وقعت من مراد من غير مكتبة؟ المشكلة الحمد لله ما دخلش على شي طبقة ولا من غير المكتبة. لا ما دخلتش، مشى له غير المحل ديالو. الحمد لله مشى للمحل ديالو والسود دخل. فاش عرفتي عرفتي المحل كان خدام ولا ما كانش خدام؟ المحل كامل كما سمعتم متابعي الاوفياء، احدى او واحد من الشهود عيال اللي كانوا حاضرين في الموقع قال ان اليوم الحد كانت مكتبه مسدوده، ولكن المشكل فين وقع؟ في شي ماكينه اللي ربما سخنات وتفرقعات. المشكل الاخر اللي صعب على رجال الوقايه المدنيه الاطفاء هو انهم لقاو الباب ديال المكتبه صعيب، ما بغاتش تسحل، ما بغاتش تفرع، فهذا الامر هو اللي خلى العمليه ديال الاخماد تكون كبيره بزاف او انها تكون صعيبه. فنتمنوا من الله عز وجل السلامه والعافيه. كنشوفوا ايضا ان رجال الوقايه المدنيه مازالين مستمرين في اخماد هذا الحريق، هذا الله يوفقهم، ونتمنوا من الله عز وجل السلامه والعافيه متابعينا الاوفياء. مكان بالضبط مدينة طنجة، الرياض ديال مبروك، ساحة المدينة. كنشوفوا متابعينا الاوفياء استنفار امني كبير. طبعا هذا الشيء اللي كيكون دائما من اجل سلامه وحمايه المواطنين، كيف ما سمعنا في التصريح اللي قال السيد ان رجال الامن ورجال الوقايه المدنيه وصلوا في وقت سريع جدا جدا. شنو المشكل اللي صعب عليهم انهم يطفيوا هذا الحريق؟ هو المشكل ديال الباب اللي ما بغاش يتهرس، الباب اللي ما بغاش يتحل ديال المكتبه، مع العلم ان المكتبه اليوم كانت مغلقه لانه اليوم السبت. هذه الامور اللي معروفه ان المكتبه ما تكونش خدامه نهار الاحد والسبت. فنتمنوا من الله عز وجل السلامه والعافيه متابعينا الاوفياء. I'm going to go to the hospital.
الجهود من اجل اخماد هذه الحرائق متواصله. طبعا رجال الامن قايمين بالواجب ديالهم، رجال الامن كيطمئنوا على اشكال العماره، كيشوفوا شنو ناقصهم، واش تقاس شي واحد، شنو الخسائر الماديه اللي كاينه. فتحيه لكل مسؤول، كما كنقول دائما تحيه لكل مسؤول فيه روح المواطنه، كل مسؤول غايور على بلاده كيخاف على بلاده. الله يوفقهم والله يحفظ جميع المتابعين الاوفياء، نتمنى من الله عز وجل السلامه والعافيه. هذه العماره كنشوفوا ان فيها الظلام، طبعا الضوء كامل طاح، في نفس الوقت كنشوفوا اللون الاسود هو ديال الدخان واللي عم العماره كلها واللي كتكون من 6 طوابق. المتابعين الاوفياء، تغطيتنا الاعلاميه لا زالت مستمره سواء هنا بعاصمه بوغاز، مدينه طنجه، وفي كل مناطق المغرب. غنشوف حتى نتاكد ان شاء الله ان الامور كلها بخير ثم نغادر المكان. طبعا كما قلت الاخماد متواصل، الحمد لله ما بقى والو، الحمد لله تغلبوا على الحريق الكبير، فكيبقاو ديك الجمرات الصغيره كيتاكدوا منها بلي ما بقى والو. نتمنى من الله عز وجل السلامه والعافيه متابعي الاوفياء، على امل ان التقي بكم في بثوث مباشره اخرى. استودعكم الله متابعينا الاوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.